عندما يرى الإنسان ظاهرة كونية فإنه يسارع إلى تفسيرها بما لديه من أدوات علمية ومن معرفة قد تم تحصيلها، وكلما تنامت هذه الأدوات وازدادت هذه المعرفة وجد أن ما يعلمه من تفسير لهذه الظاهرة أو تلك كان علماً قاصراً. واليوم يجد الإنسان نفسه أمام حقائق عن أمم البحر وعن تقنياتها المذهلة لم يكن ليعلمها لولا التطور العلمي الذي وصل إليه، مع أن آياتها القرآنية تتلى منذ قرون. البحر عالم تكتنفه العجائب، وهو مسرح لأمم من الخلق أكثر ازدحاماً من البر وأشد عجباً وإدهاشاً. وقد ظل خلال التاريخ ملهماً للشعراء والأدباء والعابدين، ولكنه ظل يحتفظ بأسراره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لا يمكن الحديث عن البحر من زاوية واحدة، فدروس البحر بحجم البحر، وفي كل يوم جديد تنبعث أسرار جديدة عن عالم البحر الكبير. والسؤال: ماذا نعرف عن الأمم التي أسكنها الله في ظلمات البحار؟ نعرف البحر ماء وسمكا وسفنا تجوب المحيط، ولكننا نفتقر إلى كثير من الدراسات العلمية لعجائب ما أودع الله تعالى في عالم البحر الغامض. ولعل من أشد هذه المعارف غموضا إنما هو مصنع الطاقة الذي أودعه الله في قلب أمواج البحر، والخبرات الكهربائية التي يتمتع بها السمك في جوف المحيط. من هذه الأسماك سمكة الأنقليس أو الحنكليس. سمكة الأنقليس الحنكليس الكهربائي. تعيش هذه السمكة في عزلة في مياه القيعان المظلمة ولا يعرف عمرها بالضبط. يبلغ طولها حوالي المترين ويصل وزنها إلى 45 كيلوغراماً. تتمركز أجهزتها التي تولد الكهرباء في ذيلها الطويل، وهي صفائح كهربائية تصل في مجموعها إلى 10,000 صفيحة متصلة. تستخدم السمكة النبضات الكهربائية المنخفضة لتزودها بمعلومات عن محيطها كما يعمل الرادار. يمكن للصفائح الكهربائية أن تولد شحنات بمقدار 500 فولت لكل أمبيرين. وعندما تشعر سمكة الأنقليس بوجود فريسة فإنها تفرغ شحنتها بسرعة تصل من جزئين إلى 3 أجزاء من 1000 جزء من الثانية، وتكفي هذه الصعقة الكهربائية لقتل كل سمكة تقع في مداها. تستخدم هذه السمكة قدرتها الكهربائية في الدفاع والهجوم، فهي تقتل فريستها بالصعقة الكهربائية. تقوم أسماك الأنقليس باستخدام هذا السلاح الكهربائي في الدفاع والهجوم، وهي جاهزة للانقضاض على الفور عندما تصعق ضحاياها.
بعيدا عن السمكات المسلحة بالشحنات الكهربائية، هناك سمكة أخرى تولد شحنات كهربائية بسيطة تراوح بين فولتين إلى 3 فولتات، وهي غير كافية للتأثير في الأسماك المفترسة ورد هجومها، إن شحنتها غير كافية لسحق الفرائس التي تنوي مهاجمتها. فما هي استخدامات هذا اللون من الشحن الكهربائي؟ أسماك مورميردس تسمى أيضا أسماك الفيل، تولد مجالا كهربائيا ضعيفا من عضو يشبه البطارية يقع في ذيلها بهدف تحسس محيطها والاتصال بالأسماك الأخرى، ويمكن لكل سمكة منها أن ترسل نبضة كهربائية منفصلة تقود إلى تكوين حلقة من الإشارات تعبر عن العدوانية، الغزل قبل التزاوج، الخوف وغير ذلك. كما يمكن للسمكة أن تتعرف أي جسم يقع ضمن حقلها الكهربائي، هل هو ناقل للكهرباء أم لا، ساكن أم متحرك، كبير أم صغير، صلب أم مرن. إن الحقل الكهربائي الذي يتشكل حول هذه الأسماك يتصرف تماماً كما يتصرف الرادار. فعندما أصبح الرادار معروفاً لدى الإنسان، اكتشف الخلق المعجزة لهذه السمك. لم يكن الإنسان يعلم من قبل بأن القدرة على قياس الأبعاد ومستوى صلابة الأجسام يمكن أن تتم بطريق غير حسي، كما أن استعمال هذه التقنيات في الماء يبدو أكثر إعجازاً ورهبة. ولكن الله علم الإنسان ما لم يعلم وفتح عينيه على كونه الواسع، فقال سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الرادار. في عام 1904 اخترع العالم الألماني كريستيان هولسيمير جهازاً بسيطاً يستخدم أشعة الراديو لمنع السفن من الاصطدام ببعضها بعضاً في البحار. وفي عام 1922 اخترع العالم الإيطالي غوغليلمو ماركوني جهازاً يستخدم لتحديد مكان الأجسام بعيدة المدى وهويتها، الرادار. فأشعة الرادار المرسلة ترتد من سطوح الأجسام، ونظام الرادار يلتقط صدى الأشعة المرتدة. يمكن للرادار أن يحدد المسافة والسرعة واتجاه الحركة وشكل الجسم خارج نطاق الرؤية، وفي أي وقت وتحت أي ظروف جوية. إذن تحمل هذه السمكة راداراً ينقل إليها الإشارات الكهربائية ويفسر المتغيرات التي تحدث داخل الحقل. فوجود أي جسم يخترق الإشارات التي تحيط جسمها بها يوفر لها معلومات دقيقة عن طبيعته وحجمه. يوجد في أجسام هذه الأسماك أنواع مختلفة من المستقبلات، فالمستقبلات الجرابية تتحسس الذبذبات الكهربائية ذات التردد المنخفض التي تصدر عن الأسماك أو يرقات الحشرات. هذه المستقبلات شديدة الحساسية لدرجة أنها تتحسس المجال المغناطيسي للأرض. لا يمكن أن تتحسس المستقبلات الجرابية الإشارات ذات التردد العالي التي تصدرها السمكة. هذه المهمة منوطة بالمستقبلات الأنبوبية. هذه المستقبلات تتحسس فضلات السمكة ذاتها وتعمل على رسم المحيط الذي توجد فيه. بهذه الطريقة
يمكن أن تتواصل الأسماك فيما بينها وتنذر بعضها من الأخطار المحتملة، كما أنها تتبادل المعلومات حول الأنواع والعمر والحجم والجنس. وخلال التأمل الطويل لعلماء البحار والبحث الدقيق، تم التأكد أن هذه الشحنات الكهربائية التي تمتلكها الأسماك يتم توظيفها عاطفياً بشكل كبير، حيث يحمل كل نوع من أنواع هذه الأسماك إشارات كهربائية فريدة، علاوة على وجود اختلافات بين أفراد النوع الواحد تميز كل مجموعة منها عن المجموعة الأخرى. فعندما تمر الأنثى بجانب الذكر تعرفه في الحال وتتصرف وفقا لهذه المعلومة، وربما كان الأثر الذي تفعله حاسة الشم هو أقرب التشبيهات من عالم الإنسان. حاسة الشم لدى الإنسان. تصنف حاسة الشم عند الإنسان على أنها حاسة كيميائية، فهي تعتمد في عملها على تفاعل كيميائي بين الروائح والمادة المخاطية في الأنف، ويستطيع الإنسان تمييز 10,000 نوع من الروائح. تتم عملية الشم وفق المراحل التالية: دخول الجزيئات المتطايرة إلى فتحة الأنف، ثم وصولها إلى قناة الشم حيث تذوب في الطبقة المخاطية الرقيقة المحيطة التي تفرزها غدد بومان. تقوم بروتينات خاصة بنقلها إلى المستقبلات الشمية والتي يقدر عددها بحوالي 10 ملايين مستقبل. تتصل هذه المستقبلات بدورها بالأعصاب الشمية التي تتجمع في منطقة واحدة تدعى بصلة الشم. ترسل هذه الأعصاب رسالتها إلى منطقة الأميكلاندا في الدماغ، حيث يتم تحليل الرائحة وتعرفها. يدخل ضمن عملية الشم هذه عدد كبير من العمليات الكيميائية والجينية التي ما زال العلم الحديث عاجزاً عن فك طلاسيمها ومعرفة أسرارها. ولكن قدرة الشحنات الكهربائية لدى عالم السمك أكثر دقة من قدرة حاسة الشم لدى الإنسان. تحمل الإشارات الكهربائية معلومات عن عمر السمكة، فالأسماك حديثة الفقس تحمل إشارات تختلف عن تلك التي تحملها الأسماك الكهلة، وتبقى الأسماك الفتية تحمل ذبذباتها الخاصة حتى اليوم 14 من خروجها للحياة. عندها تصبح ذبذباتها مماثلة لتلك التي تحملها الأسماك الكهلة. هذه الخاصية تلعب دوراً كبيراً في علاقة الأمومة والأبوة المعقدة، فعن طريقها يتعرف الوالد على صغيره ويعود به إلى المأوى سالماً. ولم يكن أحدنا يتخيل أن الدلافين تتعامل لاسلكياً بهذه الطريقة المعجزة. يمكن أن تنقل الأسماك أيضاً معلومات تختلف عن معلومات العمر والجنس. والسؤال: ماذا يحدث لو اقتربت سمكة من أخرى وهما تطلقان الإشارات الكهربائية نفسها؟ ألا تتداخل إشارات الرادار مع بعضها؟ هذا سؤال منطقي، ولكن الله حبى هذه الأسماك آلية طبيعية تمنع هذا الاضطراب. يطلق الخبراء على هذا النظام الاستجابة المانعة للازدحام. عندما تواجه سمكة أخرى تحمل التردد نفسه، فإنها تغير ترددها بسرعة. هذا يعني تجنب حدوث التداخل الكهربائي في وقت مبكر. إن أنظمة الاتصالات الحديثة التي ابتكرها الإنسان قد تأخرت كثيراً حتى تمكنت من التعامل مع هذه الحالة، ولا تزال حتى الآن مشكلة تردد الموجات الصوتية تفسد كثيراً من الإرسال اللاسلكي. وتصر علينا قوانين السفر في الطائرات بوجوب إغلاق الهواتف النقالة حتى لا تشوش على النظام الملاحي. ولكن عالم البحر
كما خلقه الله تعالى، تعامل مع ظواهر تداخل التردد الصوتي بكفاءة واقتدار، وتمكن من تجاوز التأثيرات الجانبية لهذا التشويش، وهو ما نحتاج إليه اليوم المزيد من الخبرات الإلكترونية الدقيقة حتى نفلح في التعامل معه بنجاح. ظل الدولفين عالماً غريباً إلى عهد قريب، وقد تعامل الإنسان معه على أنه مجرد كائن ذكي ومسلم يمكنه أن يجعل الحياة تبدو أجمل من خلال حركاته الرشيقة التي يقوم بها في الماء، وظل الناس ينظرون إليه على أنه سمكة ظريفة وطريفة. الدولفين حيوان ثدي يعيش في مجموعة كبيرة. يتنفس الدولفين عن طريق الرئتين، وهذا هو السبب وراء زيارته المتكررة لسطح الماء. تعمل الفتحة الموجودة في أعلى الرأس على إدخال الهواء، وتغلق الفتحة آلياً بغطاء يمنع تسرب الماء عند الغوص. يملأ الدولفين بشكل إرادي من 80-90% من رئتيه بالهواء في كل مرة يخرج فيها للتنفس. يستطيع الدولفين أن يغوص إلى عمق 3000 متر بنفس واحد، ويساعد تفلطح الذيل على جعل عملية الغوص والعودة إلى السطح أكثر سرعة وسهولة. يوجد في جسم الدولفين نظام خاص يحميه من الهلاك عندما ينام في الماء، حيث يستخدم الدولفين النائم نصفي الدماغ بشكل متناوب كل 15 دقيقة، فبينما ينام النصف الأول يبقى النصف الثاني ليوجه الدولفين إلى السطح للتنفس. إن نظرتنا للدولفين تغيرت تماماً بعد أن بدأ الإنسان يفك شفرة الدولفين الصوتية ويتعرف إليه ككائن ذكي يتعامل بأدق نظم التردد الصوتي التي يقوم بمعالجتها فردياً أو جماعياً بحسب الحال. فيمكن للدولفين أن يميز بين قطعتين مختلفتين من النقود تحت الماء في الظلام الدامس وعلى بعد 3 كيلومترات. والسؤال، هل ترى سمكة الدولفين من مسافة 3 كيلومترات؟ لا، إنها تميز الأشياء دون أن تراها، فيمكنها أن تقوم بهذا التحديد الدقيق بواسطة نظام تحديد الصدى الذي تحمله في جمجمتها، والذي يسمح لها بجمع معلومات مفصلة عن شكل الشيء وحجمه وسرعته وبنيته. يستغرق الدولفين وقتاً في تطوير المهارات التي يتطلبها هذا النظام المعقد، فبينما يتمكن الدولفين البالغ من تمييز معظم الأشياء، يحتاج الدولفين الفتي إلى سنوات من التجربة. لا يستخدم الدولفين نظام تحديد الصدى في اكتشاف المحيط الذي يسبح فيه فحسب، بل يمكن أن تجتمع 3 دلافين أو 4 على فريسة وتصدر أصواتاً بدرجات مرتفعة وقوية جداً تربك فريستها وتجعلها سهلة الالتقاط. تصدر الدلافين البالغة من منطقة مقدمة الرأس أصواتاً لا يسمعها الإنسان، ويستطيع الدولفين توجيه هذه الموجات الصوتية إلى الجهة التي يرغب فيها بتحريك رأسه نحو تلك الجهة. فإن اصطدمت موجات الصوت هذه بأي جسم فإنها تنعكس وترجع. يوجد بين الفك الأسفل والأذن الداخلية فراغات مملوءة بمادة دهنية اسمها ليبيد، وظيفتها نقل هذه الموجات إلى الأذن الداخلية، حيث تنتقل المعلومات السمعية إلى الدماغ الذي يقوم بتفسيرها وتحليلها. توجد مادة دهنية مشابهة
في نظام السمع لدى الحيتان، إذ تنتقل أصوات الموجات فوق الصوتية عبر طبقات دهنية مختلفة. يجب أن تكون هذه المواد الدهنية متوضعة بالشكل والتسلسل المناسب حتى تتمكن من نقل الموجات الصوتية. كل نوع من الدهون فريد بحد ذاته، ويتكون من خلال عمليات كيميائية معقدة تحتاج إلى عدد من الإنزيمات المختلفة. إن هذه الدهون المعقدة لا يمكن أن تؤدي دورها الحيوي عند الدولفين ما لم تكن في شكلها ووضعها النهائي هذا، فهي مرتبة وفق عمليات حسابية معقدة تلتزم بقوانين الرياضيات الصارمة، ولا مكان فيها للمصادفة. كذلك يجب أن تكون الأنظمة المساعدة مثل الفكين والأذن الداخلية ومركز تحليل الأصوات في الدماغ بشكلها النهائي. إن نظام تحديد الصدى لدى الدلافين هو بنية معقدة لا تمكن تجزئتها، ولا يمكن أن تكون خاضعة للتطور المتسلسل. إنها من خلق الله المعجز. الدولفين ضابط اتصالات من الطراز الأول، يمارس كل مهام التواصل الراداري ويتخذ القرارات المناسبة. هذا بعض ما عرفه الإنسان عن أمم البحر، ويبدو أن ما يجهله عنها أكثر. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فوائد وعبر: هناك طرائق فريدة تتواصل بها بعض المخلوقات فيما بينها، ولا تشبه الحواس الخمس التي يتواصل بها الإنسان مع ما يحيط به. دراسة الكائنات والمخلوقات الحية بجميع أنواعها تساعدنا على تطوير أدوات وتقنيات تفيدنا في حياتنا. البحر عالم مليء بالأسرار، وما نعرفه من أسراره أقل مما يبدو أننا نعرفه.